أخبار اليوم. من الأفعال الخمسة الفعل المضارع إذا أسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين هذا فعل من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. يبقى أن حرف مصدر ونصب ينصب الفعل المضارع، يلاحقه فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة النصب حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. لو حذفنا أن يلاحقون، يذهبون، يقرؤون، يتعلمون، يذاكرون، يتفوقون، يجتهدون. إذا سبق بأن أن يلاحقوا، أن يقرأوا، أن يذاكروا، أن يتفوقوا، أن يقرأوا، وهكذا. فالفعل المضارع إذا أسند إلى واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة فهذا فعل من الأفعال الخمسة، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. يبقى أن حرف مصدر ونصب يلاحق فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة النصب حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وسيكتفي بهذا الإعراب وسيخرج من الامتحان لقد أعرفت الفعل إعرابا صحيحا، سامحك الله. لماذا نسيت الواو؟ لماذا نسيت الواو هذه؟ شالي واو الجماعة وواو الجماعة هذه عندما تتصل بالفعل تدل على من فعل الفعل. يبقى واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. أن يلاحقوا، أن يتأخروا، فأن حرف مصدر ونصب، يتأخروا فعل مضارع منصوب بأن، علامة النصب حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. العلم له مجالات متعددة تحتاج إلى مسائل إليها، لهذا يحاول الباحثون أن يلاحقوا الحركة. سيضع لك خطا تحت كلمة الحركة، إياك أن تعربها دون أن تفهمها. الإعراب فرع المعنى، لا بد أن نفهم العلاقة بين الكلمات. أن نلاحقوا الحركة، واحد بكل سهولة فاعل مرفوع، يا رجل اتق الله اتق الله. أن يلاحقوا الحركة، هذا الحركة دي التي وقع عليها الفعل، والذي وقع عليه الفعل يعرف مفعولا به. يبقى الحركة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الحركة العلمية، الحركة الثقافية، الحركة الجميلة، الحركة الكبيرة، هذه كلها نعوت وصفات. يبقى نعت أو صفة منصوبة، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. فيما في حرف جر، ايه المشكلة؟ في حرف جر. وما اسم موصول بمعنى الذي مبني في محل جر، ايه المشكلة؟ فيما في حرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر. فيما وصلت، وصل فعل ماضي، وصلا فعل ماضي مبني، هلا مبني على، إياك أن تنشغل بها،
إياك أن تنشغل بها. هذه علامة. ننظر يا معشر الشباب إلى حركة الحرف الأخير في الفعل. والله لو كان الحرف الأخير مفتوحا كان مبنيا على الفتح، لو كان الحرف الأخير ساكنا كان مبنيا على السكون، لو كان الحرف الأخير مضموما فكان مبنيا على الضم. يبقى علامة البناء ما يظهر على الحرف الأخير. أنتم أخذتم القاعدة لكنني أراهن أن أرى واحدا يحفظها. الفعل الماضي إذا لم يتصل به شيء يبنى على الفتح، وإذا اتصلت به واو الجماعة يبنى على الضم، وإذا اتصلت به تاء الفاعل وناء الدالة على الفاعل ونون النسوة يبنى على السكون. أنا لست في حاجة إلى هذا لأنه ليس لدي وقت. لا مفتوحة. يبقى واصل فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء تأنيث. لكن لو قلت وصلت، وصل فعل ماضي مبني على السكون، وصل اللام هي ساكنة، علامة البناء ما يظهر على الحرف الأخير. إذا كان الحرف الأخير في الفعل، لأن أصل الفعل وصل، فاللام هي الحرف الأخير في الفعل. وصل فعل ماضي مبني على الفتح. وصلت، وصل فعل ماضي مبني على السكون. وصلنا، وصل فعل ماضي مبني على السكون. العلماء وصلوا، اللام مضمومة، يبقى وصل فعل ماضي مبني على الضم. فعلامة البناء ما يظهر على الحرف الأخير في الفعل. هنا وصلت، وصل فعل الماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث. وإياك ثم إياك أن تذكر فعلا دون فاعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. إليه إيه المشكلة؟ إلى حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل جر. حتى حرف غاية ونصب، حتى حرف غاية ونصب ينصب الفعل المضارع، لأن نواصب الفعل المضارع أن ولن وكي ولام التعليل ولام الجحود وحتى وفائسا. حتى تكون البعض سيقول تكون فعل مضارع منصوب حتى. يا رجل اتق الله، ألا تعلم أن تكون هذه مضارع كان، يعني فعل مضارع ناسخ. تكون ما هي مضارع كان، نحن نعرف كان فعل ماضي ناسخ. كيف تكون فعل مضارع ناسخ منصوب بحتى وعلامة النصب الفتحة الظاهرة؟ من يعرف الثمرة؟ ربنا يسعدك. هذا إعراب لأنه تعجل، هو تعجل في الإعراب. لكن لو عاد القراءة وفهمه، العلم له مجالات متعددة تحتاج إلى مساعي إليها. لهذا يحاول الباحثون أن يلاحقوا الحركة العلمية فيما وصلت إليه، حتى تكون الحركة العلمية الثمرة التي نرجوها. يبقى اسم تكون ضمير مستتر تقديره هي، يعود على الحركة. يبقى الثمرة خبر تكون، شايف الفهم؟ حتى تكون هي الثمرة، خبر تكون منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. يبقى إذا قرأنا وفهمنا كان الإعراب سهلا يسيرا. حتى تكون الثمرة التي، اسم موصول. اسم الموصول هذا ليس مشكلة يا معشر الشباب. اسم الموصول هذا يجره وفقا لموقعه في الجملة. أقول حضر الذي تأخر، حضر الذي تأخر، إيه المشكلة؟ أي حضر فعل ماضي مبني على الفتح، الذي شو الذي حضر؟ إذا اسم موصول مبني، لأن أسماء الموصولة مبنية ما عدا اللذين واللتين. إذا الذي
اسم موصول مبني في محل رفع فاعل حضر الذي تأخر. يبقى حضر فعل الماضي مبني على الفتح، الذي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل تأخر. فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره حضر الذي تأخر. لكن يا معشر الشباب، لماذا سمي اسما موصولا؟ لماذا سمي اسما موصولا؟ لو جئت إليكم ودخلت عليكم وقلت حضر الذي، إيه حضر الذي؟ ولا يدرك الكلام الذي يقوله إيه حضر الذي؟ حضر الذي، إيه حضر الذي؟ فالذي اسم يحتاج إلى كلام بعده يوصلنا إلى معناه. الأسماء الموصولة لا بد أن توصل بكلام بعدها يبين معناها. هذا معنى قولنا اسم موصول لا يقوم بذاته، بل يحتاج إلى كلام بعده يوصلنا إلى معناه. وهذا الكلام الذي يسمى جملة الصلة، يسمى بجملة الصلة. وجملة الصلة هذه لا محل له من الإعراب. يبقى حضر الذي تأخر، حضر في الماضي المبني على الفتح، الذي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل تأخر، فاعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. وجملة تأخر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. فإذا قال لك استخرج جملة لا محل لها من الإعراب، ابحث عن جملة واقعة بعد الاسم الموصول. فسمي اسما موصولا لأنه يحتاج إلى كلام بعده يوصلنا إلى معناه. هذا الكلام قد يكون جملة اسمية، وقد يكون جملة فعلية، وقد يكون شبه جملة، حتى تكون الثمرة التي اسم موصول مبني في محل نصب نعتي للثمرة. موقعه هنا نعتي للثمرة، لأن الاسم الموصول يعرب وفقا لموقعه في الجملة. أكرمت الذي، أكرمت الذي أمامي، أكرمت الذي، يبقى الذي وقع عليه الكرم اسم موصول مبني في محل نصب مفعول. أما هنا حتى تكون الثمرة التي، اسم موصول مبني في محل نصب نعت للثمرة. من يعرب نربوها؟ من يا معشر الشباب يعرب نربوها؟ من يا معشر الشباب؟ من يعرب نربوها؟ من يا معشر الشباب يعربها؟ الذي يستطيع يقول ولا يشعر بالكسوف، اخطأ وخذ راحتك، نحن لسنا في امتحان، المهم أن تخرج اليوم وقد عرفت شيئا. ها؟ من؟ ها؟ من يعرب؟ قول. أعرب الجملة أولا، أنا لم أسألك عن الجملة، أعربي أولا نربوها. ها؟ مكونة من كلمتين، الكلمة الأولى إيه؟ ها قولي، أعربي نرجو، هل هذه مشكلة؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، مشكلة هذه؟ نرجو. ها؟ الله يسامحك، الله يسامحك، بس يكفي أنك قلت حتى لو كان خطأ، يكفي أن عندك شجاعة أن تقول حتى لو كان خطأ. شايف الفهم؟ هذه أهمية الفهم، هذه أهمية فهم الكلام. نرجوها، ألا نرجوها، نرجو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، نرجو، نرجو، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، إحنا اللي نرجو. طب نرجو من؟ نرجوها. من الذي وقع عليه الرجاء؟ من الذي وقع عليه الفعل؟ الهاء،
ربنا يسعدك ضمير مبني في محل نصب مفعول به، فلو فهمنا سنصل الى الاعراب بسهوله. نرجوها يبقى اياك ان تقول الهاء هذه فاعل اياك، لان القاعده تقول لمن يريد ان يكتب اذا اتصلت ياء المتكلم، اذا اتصلت ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبه، هذه الضمائر الثلاثه ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبه بالافعال، هذه الضمائر الثلاثه اذا اتصلت بالافعال تعرب ضميرا مبنيا في محل نصب مفعول به. هذه الضمائر الثلاثه اذا اتصلت بالافعال تعرب ضميرا مبنيا في محل نصب مفعول به. الم تاخذوا ورقات يا شباب؟ معذره الخطا. طيب اذا هذه الضمائر الثلاث انا بقول يا شباب اكرمني الرئيس يا المتكلم اهي، يعني الكرم وقع علي انا، ضمير مبني في محل نصب مفعول به. اما الرئيس فهو الفاعل، هو الذي اكرم، اشير الى هذا الرجل الطيب، اكرمك الرئيس، والرئيس هو الذي اكرم، اكرمك الكرم وقع عليه. يبقى الكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به. اشاور الى هذه البنيه، اكرمك الرئيس، اكرمك، يبقى اكرم فعل الماضي والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به. مش وقع عليه الكرم، نتحدث عن انسان غائب، اكرمه الرئيس، يبقى اكرم فعل الماضي مبني على الفتح والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. اذا اتصل ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبه بالافعال تعرب ضميرا مبنيا في محل نصب مفعول به. اما اذا اتصلت بالاسماء، اي ضمير في الدنيا ياتي بعد الاسم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. فاذا اخذنا انفسنا بالجد، الفاء حرف عطف، اذا اداه شرط، هذا اعرابه، اذا اداه شرط. اخذنا، من يعرب اخذنا؟ دخلنا في السهل. ها نقول اعربي اعرابا تفصيليا كلها اخذ، ها علامه، ابحث مع الشرطه عن الفتحه، اين الفتحه هذه؟ اخذ شدال ساكنه، مش قلنا يبنى على حركه الحرف الاخير؟ والله لو كان الحرف الاخير ساكنه اخذنا، يبقى اخذ اللي هنا فعل ماضي مبني على السكون، اتصاله بناء دل على الفاعلين. نفترض انني لا اعرف القاعده وليس لدي وقت لحفظ القاعده، هي قلت لك امرا سهلا يسيرا، اعرف ما يحمله الحرف الاخير، اخذ هي ساكنه، انا لم اقل اخذنا انها ساكنه، اخذنا، يبقى اخذ فعل ماضي مبني على السكون اكملي. ها أماكن، لا أخذنا، أخذنا كلنا نتكلم، أخذنا، لو تكلمت أنا أخذت تاء الفاعل، أما ندل على الفاعلين ضمير مبني في محل رفع فاعل. أنفسنا، ها من يعطي كلها، يلا أعربي إعرابا تفصيليا اللي هو إيه؟ أنفسنا مكونة من كلمتين يا سيدي، أنفسنا مكونة من كلمتين، يبقى أنفس فقط مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، أنفس مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، وكما قلنا أي ضمير في الدنيا يأتي بعد الاسم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، يبقى والناء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وإذا أخذنا أنفسنا بالجد، كلام لعب عيال،
البعض سيقول جار مجرور. يا سيدي اعرف اعراب التفصيليه. الباء حرف جر، والجدي اسم مجرور وعلامه جر الكسر. معقول هذا؟ وبدا، من يعرف بدا؟ مبني في محل جر مضاف اليه. يهتمون، من يعرف يهتمون؟ لماذا؟ على مالك، على مالك، ولا تتعجلي، اعرفي مره اخرى من البدايه. يهتمون لماذا؟ احنا بنلخص ده لانه فعل من الافعال الخمسه. مش نحن قلنا يا شباب الفعل المضارع اذا اتصلت به واو الجماعه وياء المخاطبه انتم تهتمون، هذه واو الجماعه، انت تهتمين، ادياء المخاطبه، انتما تهتمان، الف الاثنين، الفعل المضارع عندما تتصل به واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين، هذا فعل من الأفعال الخمسة. هذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، لا بد أن نركز على هذا أرجوك، ترفع بثبوت النون، يعني في حالة الرفع لا بد أن تكون النون موجودة وتنصب وتجزم بحذف النون. أهو يهتمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. طب اصعد فوق. أن يلاحقوا التي أخذناها في السطر الثاني، أن يلاحقوا ده فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النصب حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. فالأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. ما هي الأفعال الخمسة؟ أي فعل مضارع في الدنيا يسند إلى واو الجماعة يهتمون أو ياء المخاطبة أنت تهتمين أو ألف الاثنين هما يهتمان، أي فعل مضارع يسند إلى واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة يسمى فعلا من الأفعال الخمسة وترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. بالعلم جار مجرور، جار متق الله، قل الباء حرف جر والعلم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، هل هذا سيكلفك شيئا؟ بالعلم الباء حرف جر والعلم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. أمور؟ حاضر، ما شاء الله، مش احنا قلنا إن بدأ ده فعل من أفعال الشروع وأفعال الشروع تعمل عمل كانت، هذه البنية حماها الله تريد أن تقول والجملة الفعلية في محل نصب خبر بدأ، لأن بدأ فعل من أفعال الشروع وهذه الأفعال تعمل عمل كان. من الذي يعرف الجملة القادمة؟ وهي سهلة، هي سهلة لو فكرنا فيها، والله سهل ياسير، من يستطيع وانا اساعده؟ ها يلا، فذلكم السبيل، من يا شباب؟ من يعرف؟ يلا، اسم اشاره في محل رفع مضارع، ايه؟ اسم اشاره اللي هو ايه؟ ذلك، ذلك مبني في محل رفع مضارع، جميل، ذلكم السبيل، خبر مضارع فتح الله لك. هو الرجل الذكي الذي وضع الامتحان رجل ذكي، هو يعلم أن طالب الثانوية العامة لا يعرف إلا قاعدة واحدة. هو يعلم هكذا أن طالب الثانوية العامة لا يحفظ إلا قاعدة واحدة. الاسم المغترب بآل الواقع بعد اسم الإشارة يعرف بدل. طب ركز.